ماذا يريدون الآن؟ تسكير الحدود ومحاكمة الأطفال. يعني أنا لا أدري، عندما يدخل عائلة فيها 3 أطفال وأم، هل فعلا سيجري محاكمتهم والحكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات؟ هل من الأخلاق، من الإنسانية أن يبقى هؤلاء عند الأسلاك الشائكة التي وضعتها الحكومة المجرية داخل صربيا؟ أنا أعتقد نحتاج إلى إغراء مالي، ونحتاج أيضا إلى ضغط سياسي، لأن هناك تصرفات نابعة من يمينية الحزب الذي يحكم هنغاريا، ومن قضايا مبدئية، ومن قضايا خوف على أوروبا من الإسلام والحفاظ على الثقافة الأوروبية المسيحية التي لم تعد تقنع أحدا حقا. هناك